صباح الخير عليكم اخواتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم كل مره نجيب لكم الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. الصباح هذا كما كتشوفوا توسيع الطريق هنايا في تحتها، راهم يوسعوا هذا الطريق اللي كاين هنايا في تحتها. بداية أشغال هنا يفتحها لتوسيع الطريق. هذه هي تحتها. اذا كما كتعرفوا دائما كنقدم لكم الجديد عبر هذه القناه عبد اللطيف القنوري. ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. كما كتشوفوا يعني توسيعات على الطريق هنايا في تحتها، غادي يديروا ان شاء الله توسيعات على الطريق، وكذلك يديروا التريطوارات. كما كتشوفوا يعني دائما كنحاولوا نقدم لكم الجديد. ربما غادي يكون التوسيعات ديال الطريق حتى لك البصله. هاد الشارع هذا راه غادي يتوسع، راهم جايين معاه من الجهه التحتانيه، حتى هذا غادي يتوسع كما كتشوفوا. باش ما نوتركمش راه حنا عاد كنتواجدو غير في التحت، هاهي تحتها، توسيعات على الطريق. هادي زنقة عين السلطان حي العيون اللي متواجدة هنايا في تحتها مدينة بركان. فوغال معروفة في تحتها، هذه أقدم زنقة في تحتها؟ أقدم زنقة ولكن هي تحتوي على مدرسة، مدرسة أقدم مدرسة في بركان، أقدم مدرسة في مدينة بركان، أقدم مدرسة في مدينة بركان 1946 زنقة فوغال تحتها. هي Thank you.
وبالمناسبه باش نزيدو نوضحوا اكثر بالنسبه لهذه المدرسه، هذه خلقتها المقاومه. يعني كاين الناس اللي غادي يقول لك اقدم مدرسه وهي ابو الخير، ابو الخير يعني دارتها فرنسا، يعني المستعمرين هما اللي داروا ابو الخير، اما المعمرين داروا هذه المدرسه هذه اللي جات في مدينه بركان وزرقت فوغال تحتها. ان شاء الله غادي يكون لنا واحد اللقاء اخر ان شاء الله حول هذه التحطاحة وحول هذه المدرسه وحول هذه الشارع هنا، هذه الزنقه ديال فوغال ان شاء الله. وغادي نزيدو نتعمقوا في البحث ان شاء الله مع الناس، وغادي نديروا ان شاء الله شي حلقه خاصه. هذا فقط تعريفي على هذه المدرسه هذه.